السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا معكم بن قاسم عثمان، كونسيي كوميرسيال. شوفوا معنا هنا كما كتشوفوا الفاتور لا سيتخوين سي ان. سيت سيتادين اسانس سي ان كما كتشوفوا معنا اليوم. مرحبا بالناس كاملين المشاهدين ديالنا، بكم من قلب ديال الاوتوكاز اوتو ولا للياقوت. هاديكم السيارة من الداخل ديالها، كتشوفو معنا السيارة تري بون ايطا، الانتيريور ديالها تقريبا باقي جديد، سيرتو الكيلومتراج ديالها يعني ما ضرباش كيلومتراج بزاف. تذكير هادي اوتوريزاسيون ديالها اسونس. خليكم نيمورو التليفون ديالي كيف العاده، باش الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا يقدروا يتواصلوا بنا ديريكتومون، اللي بغاو مزيد من المعلومات باش يشوف معنا ديريكتومون. وبالنسبه لنيمورو التليفون 06 33 53 84 84، مع نذكر 06 33 53 84 84. الوغ بالنسبه للثمن ديال هاد السياره، هذا الوغ هادي موديل 2019 ضربة 79000 كيلومتر، الله كتبقى 93000 درهم. اللهم غير هاد السيارات هادي، عندنا تشكيله من السيارات اللي كانوا الزبناء ديالنا كما قلنا لكم، وكنشكرهم من هذا المنبر على الثقه ديالهم. دونك السيارات هادو كاملين يعني دازو في فحص ديال 120 نقطة، كاملين دازو من ليكسبرتيز يعني دازو من الفحص، تم فحص ديال السيارة كاملة، الموتوريزاسيون لا كاروسري تقريبا 120 نقطة. دونك كما كتشوفوا معنا اليوم عندنا هاد سي سانديرو، عندنا هاد لافيات تيبو، كاينة رونو تاليسمان، كاينة كليو 5، كاينة اوسي اوبل استرا، وكاينة لا فورد فيوجن. تشكيلة من السيارات. دونك كما كتشوفوا معنا غنحاولوا نديروا اون بريزونطاسيون على لي فيكول اللي عندنا هنايا، يعني نقدموا لكم السيارات اللي عندنا هنايا في المعرض تشوفوهم. حاولوا كما قلنا نقربوا للناس اللي سيرتو ما كاينينش في كازا، الناس ديال كازا راه عارفين التواجد ديالنا، حنا كنتواجدوا بأوتو هولا للياقوت يعني سونتر فيل ديال كازا. بالنسبه للناس اللي اور كازا فهم ممكن معنا كل خميس انهم يشوفوا السيارات. نشوفوا معكم هاد السياره هادي، هادي سي اون داسيا سانديرو 2017، يعني في كيلومتراج عاد ضربة 66000، من السيارة حتى هي تم الفحص ديالها 120 نقطة، من السيارة اون بون ايطا، كما قلت لكم ضربة تقريبا 66000 كيلومتر. بالنسبة للثمن ديال هاد السيارة هادي يعني كيبقى بثمن اللي ملائم السوق يعني 83000 درهم. وطول الكيلومتراج ديالها يعني 60000 ما ضربش كيلومتراج بزاف. معنا اليوم اوسي فيات تيبو، فيات تيبو 1.6 موتوريزاسيون 1.6 120 شوفو 120 خيل، هادي موديل 2020 ضربة 80000 كيلومتر. كما كتشوفو معنا السيارة حتى هي تم الفحص ديالها، شوفوها من الداخل. يا بالنسبه لي زوبسيون اللي فهاد السياره هادي، اللي فيها زاج بربعه الكتريك، يعني فولون ميمشي فونكسيون، ا لو بوست راديو اللي فيه البلوتوت، و بيان سور لا راديو. كيما كتشوفوا معنا سياره اون تري بون ايطا، بوطا فيتاس سيزيام، يعني فيها لي جونت الومنيوم اي بواني كرومي. كما كتشوفوا معنا سيارة تري بون ايطا. وبالنسبة للثمن يمكن نذكرو يعني الثمن و لي زوبسيون و كلشي، دونك الثمن كتبقى تقريبا 140000 درهم.
نذكركم نخلي لكم نيمورو التليفون ديالي الناس اللي محتاجين بليز انفورماسيون. لو نيمورو التليفون ديالي هو 0933 53 84 84، يعني ما تقدروا تتصلوا بيا في اي وقت، مرحبا بكم، على الاشاره بالجواب على الاسئله ديالكم. دونك معنا اوسي هاد لا رونو تاليسمان، سي اون رونو تاليسمان فول اوبسيون اللي كتجيب بدون توا بانوراميك، فول ليد، ابوات اوتوماتيك، كوير، اللي صرا فول اوبسيون ديال لا تاليسمان. دونك كيما كتشوفوا معنا يعني ما ضربش كيما تخرج بزاف، تقريبا ضربه 31000 كيلومتر. الوغ بالنسبة للموديل سي 2020، لا فواتور اون بارفيت ايتا. نحاول الآن نضرب من الداخل باش نشوف السيارة ديالها من الداخل. لكي هادي كيما قلت لكم سي فول اوبسيون، تجيب لي سياج ميموار، فولون ملتي فونكسيون، بوطا فيتاس اوتوماتيك، لي مود كوندويت. هادي سي الهيد اب ديسبلاي، سي فول اوبسيون كيما قلت لكم، هي دوبل توا بانوراميك. سي فول فور كنترول لا فيرسون ديالها. بالنسبة للكيلومتراج كيما قلت لكم سي 30000 كيلومتر، سي فور كنترول. بالنسبة للثمن ديال التاليسمان هو 293000 درهم. معنا اليوم اوسي رونو كليو 5، كليو 5 اكسبلور. تشوفوا معنا حتى هي السيارات كاملة اللي قدمنا لكم اليوم، يعني سيارات ديال الزبناء ديالنا اللي مكلفيننا بالبيع ديالهم، حيت هما يعني كيدوزو من المراحل من السيارات ديالنا اللي داز تم الفحص ديالهم. هنا كتشوفوا معنا سان كليو 5 موديل 2020، كيلومتراج سي 30000 ضرب 30000 ضرب كيلومتراج. كما كتشوفوا معنا ليطا ديال السيارة ليطا ديالها مزيان. عندنا اوسي الاوبيل استرا، ديال استرا 2019، نوفمبر 2019، سي فينيسون انجوي، كتجيب لابوط ا فيتاس مانويل، لا فولون ملتي فونكسيون، لي جونت الومنيوم. بالنسبة للثمن ديال الاسترا 176000 درهم. حتى هي السيارة ديال الزبون ديالنا. بالنسبة للناس اللي يبغوا يبيعوا السيارات ديالهم، اللي بغاو يبيعوا الفيكل ديالهم اترافيغ اوتوكاز، اللي مرحبا بهم يقدروا يجيو عندنا يديروا الفحص التقني اللي كيكون مجاني، يقدروا يستافدوا من هاد الخدمة هادي. سواء يخليو عندنا الفيكل ديالهم هنايا، يخليو عندنا السيارات ديالهم هنا في المعرض ديالنا ويبقاو عندهم السيارات. اللي كاينين جوج ديال لي زوبسيون، جوج ديال الاختيارات بالنسبة للناس اللي بغاو يبيعوا السيارات ديالهم اترافيغ اوتوكاز، يقدروا سوا يخليو الفيكل ديالهم عندو بيان سور من بعد الفحص التقني، الصور اللي كناخدو في المعرض ديالنا كنشروهم على الموقع ديالنا اللي هو autocast.ma. لي كليون ديالنا يقدروا سوا يخليو الفيكل عندهم ولا يحطهم عندنا في المعرض. بيان سور هنا في المعرض يعني كتكون بلوس ديزيبيليتي، يعني كتشوفهم الناس بزاف في المعرض ديالنا،
وكما قلت لكم هاد السيارات اللي شفنا اليوم هما سيارات ديال الزبناء اللي جاونا اللي تلاقوا فينا وكنشكرهم من هذا المنبر. يعني حتى الزبناء اللي كيبغاو يبيعوا السيارات ديالهم يعني هنا عندنا في اوتوغول هنا في اوتوكاز يقدروا يجيبوا السيارات ديالهم هنا، كندير لهم الفحص التقني وكنحددوا الثمن وكنقدروا نتكلفوا لهم حنا من بيع ديال السيارة ديالهم. وكما كتشوفوا معنا اليوم عندنا هاد السيارة هادي اللي هي فورد فيزيون تيتانيوم بلس، سين تيتانيوم موديل 2017 2017، سيارة تقريبا ب 94 ألف. بغيتو شوفو السيارة من الداخل، بس الناس اللي عندهم مزيد من التساؤلات النيمورو التليفون ديالي كاين في كومونتير، يعني تقدر تقدروا تتصلوا بيا ديريكتومون لمزيد من المعلومات. هي كما كتشوفوا معنا هذه السيارة ديال الزبون ديالنا، سي فورد فيزيون بلس تيتانيوم بلس باردون، الموديل ديالها 2017، كيلومتراج سي تقريبا 90 ألف. بالنسبة للناس اللي كانوا باغيين نذكر مرة أخرى، لأن هاد السيارات كاملين نزلين من الفحص التقني. كاينين سيارات اللي مثلا بحال هاد لافورد فيزيون ولا الأوبيل أستخا، كاع لي فيكول اللي تابعين للأوتوهول أو لا خرجوا من الأوتوهول، يعني كيكون عندهم هيستوريك، كيكون عندهم كاع لي زانفورماسيون ديالهم، يعني معلومات خاصة بالسيارة. شوفوا معنا السيارة اللي شفتو معانا اليوم تشكيلة من السيارات اللي شفنا كاملة، هي تقريبا كاملة ديال الزبناء ديالنا اللي خلاو عندنا السيارات اللي حنا اللي كنتكلفو من البيع. بالنسبة للثمن ديال هاد السيارة هاديك كيبقى ب 220. يعني اللي عنده شي استفسار ولا بغى يعرف ولا بغى يشتري سيارة يقدر يتصل بينا ديريكتومون.